أسعد الله مساءكم بكل خير. أكد البيان الختامي لقمة جدة التي شارك فيها قادة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد على أهمية الحفاظ على أمن الشرق الأوسط والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لاستقراره. كما رحب القادة بالتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة ودفاع عن أراضيهم وفق البيان. الزعماء المشاركون جددوا كذلك دعوة إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار البيان إلى تنويه القادة المشاركين في القمة بجهود أوبك بلس التي تستهدف تحقيق ذلك. كما أكدوا أهمية تسهيل صادرات الحبوب ودعم الأمن الغذائي للدول التي تأثرت بالحرب في أوكرانيا. هذا وغادر الرئيس الأمريكي السعودية بعد تأكيده في قمة جدة على أن واشنطن لن تتخلى عن الشرق الأوسط. بايدن أوضح أن إدارته لن تسمح بوجود فراغ تملأه قوى مثل الصين وروسيا وإيران. في زيارته الأولى لمنطقة الشرق الأوسط منذ جلوسه في المكتب البيضاوي، الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك في قمة بالسعودية عنوانها قمة جدة للأمن والتنمية. تأبط ملفات عدة حملها معه إلى القمة، بعضها بالغ الأهمية وآخر بالغ الحساسية. في طليعتها ملفات الطاقة والدفاع والانخراط في منطقة الشرق الأوسط بحسب ما كشف مسؤولون أمريكيون. الدور الأمريكي في المنطقة موضوع تساؤل. تساور دولا شاركت في القمة شكوك بشأن التزام الولايات المتحدة بعلاقاتها مع تلك الدول. في الوقت ذاته فإن واشنطن قلقة من تمدد روسي صيني في هذه المنطقة الحيوية من العالم. يطمئن بايدن شركائه في المنطقة، يقول: لن نبتعد عنها، لن ننسحب ونترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران. سوف نسعى للبناء على هذه اللحظة بقيادة أمريكية فاعلة وذات مبادئ. وفيما يتعلق بالملف النووي، يعيد الرئيس الأمريكي مرة أخرى كلامه الذي ردده في تل أبيب، ملتزمون بأن لا تحوز إيران سلاحا نوويا. بينما نواصل العمل عن كثب مع العديد منكم لمواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة، فإن جهودنا الدبلوماسية مستمرة للضغط على البرنامج النووي الإيراني، ونحن ملتزمون بألا تحصل إيران على سلاح نووي. بايدن الذي تعهد من تل أبيب بدمج إسرائيل في المنطقة جدد الإشارة إلى حرص واشنطن على ربط العلاقات بين مختلف حلفائها في الشرق الأوسط. ستبني الولايات المتحدة روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة كلما أمكن ذلك، مع احترام سيادة كل دولة وخياراتها المستقلة. أصبح واضحا أنه وبينما يغادر بايدن جدة، رحب بيان أمريكي خليجي مشترك بقرار أعضاء أوبك بلس زيادة الإنتاج في شهري يوليو وأغسطس. انتهت القمة، وبقي السؤال الأبرز الذي سينتظر رجل البيت الأبيض عند وصوله إلى واشنطن: هل حقق بايدن مبتغاه من جولته الشرق أوسطية؟ من جانبه قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن بلاده حريصة على إيجاد مسار لإعادة العلاقات الطبيعية مع طهران. ووصف بن فرحان خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة جدة المحادثات مع طهران، وصفها بأنها إيجابية لكنها لم تصل إلى النتائج المرجوة. زالت يد المملكة ممدودة إلى إيران، ونحن حريصين على إيجاد مسار لوصول إلى علاقات طبيعية مع جارة إيران، وهذا طبعا مرتبط ارتباط أساسي بإيجادنا تفاهمات تعالج مصادر قلق ليس فقط المملكة العربية السعودية لكن كافة دول المنطقة فيما يتعلق ببعض الأنشطة الإيرانية. وفيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، أكد الوزير السعودي أن ملف التعاون مع إسرائيل لم يطرح خلال اجتماعات القمة أو قبلها. لم يطرح بتاتا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، هذا
ما أعتقد أنه كان يعني ما أعرف صراحة من وين جت هذه الأخبار ولا طرحت ولا نوقشت لا في القمة أو قبلها. وبالنسبة لموضوع الناتو العربي لم يكن مجال حديث اللي هنا، وهو الحقيقة لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي وهذا غير مطروح. ندد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باستمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، معتبرا ذلك أهم مصدر للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. ورفض أمير قطر أن يكون دور العرب اقتراح التسويات بينما ترفضها إسرائيل وتزيد في تعنتها كلما قدم العرب تنازلات. ولا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها، ولا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات. وكما أن لإسرائيل رأيا عام فإن لدينا أيضا في العالم العربي رأيا العام. كما دعا أمير دولة قطر إلى ضرورة الاتفاق على قواعد لحل الأزمات في الدول العربية التي تشهد نزاعات وتوترات سياسية. يجب أن نتفق على قواعد نحترمها جميعا بحيث توجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرها من الدول، ومنها حصر أدوات العنف بين يدي الدولة والتمييز بين النظام التوافقي والمحاصصة. فقد تتجاوز المحاصصة الشراكة في التمثيل السياسي إلى تقاسم الدولة ومؤسساتها كأنها غنيمة، وبحيث لا تعود قادرة على القيام بمهامها. هذه المبادئ تصلح أيضا دليلا موجها في العراق ولبنان التي تعيش أزمات من نوع آخر. وللمزيد ينضم إلي من رام الله القيادي في حركة فتح محمد الحوراني، ومن طهران أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران حسن أحمديان. أبدأ معك سيد حوراني، في البداية بتقديرك يعني هذا التهليل الذي لاقته زيارة بايدن في إسرائيل، هل ربما لم يكن هذا الترحيب المنتظر لبايدن على قدر المساواة التي وجدها في إسرائيل في جدة البارحة واليوم؟ نعم، هو في الواقع إسرائيل وهذا طبيعي في عملها السياسي أرادت أن تعطي إيحاء أن هذه الزيارة جاءت من أجلها ومن أجل إدماجها في الهيكل الأمني والاقتصادي العربي. الآن ربما في جزء من تصريحات الإسرائيلية يعني انعكست بقرارات جزئية هنا وهناك، منها لفتح المجال الجوي للطيران المدني الإسرائيلي، وهذا ثمرة ستبني عليها إسرائيل فيما بعد. لكن المواقف التي أعلنت، أقصد المواقف المعلنة من القمة اليوم، إن كان من دول محددة مثل مصر الأردن وأكثر من دولة عربية، أعادت تأكيد على الموقف العربي التقليدي المتعلق بقطر أيضا بحل القضية الفلسطينية. أيضا بايدن قال هذا الكلام، ولكن السؤال العملي بالنسبة للقضية الفلسطينية هو إن كان بايدن نفسه قد صرح عندما زار بيت لحم تمسكه بحل الدولتين، هو لم يقدم على أي خطوة عملية في هذا السياق، لم يفتتح لم يعيد فتح قنصلية في القدس الشرقية أسست قبل تأسيس إسرائيل بأكثر من 100 عام، يعني 1840 ربما كانت قد افتتحت، وكانت هذه القنصلية قد فتحت لإنشاء علاقة مع فلسطين كاملة الانتدابية حتى قبل الانتداب. لم يعمل أي خطوة من أجل إزاحة منظمة التحرير التي قابل رئيسها في بيت لحم من قائمة الإرهاب. إذن نحن أمام، دعني أقول، حالة انفصام بين ما يقال وما يفعل. الآن أنا كمواطن فلسطيني أفهم قلق دول الخليج العربية من إيران، أنا أفهمه، لأنه نرى أن هذه السياسة، خصوصا وأن معنا ضيف من طهران، أنا أفهم أن هناك قلق من سياسات اعتمدت من قبل إيران، إن كان في اليمن، بحرين، العراق، سوريا، لبنان، كانت هذه التدخلات يترتب عليها زعزعة عميقة لاستقرار هذه المجتمعات. هذا أدى إلى خلاصة أنا برأيي يجب أن تلحقها خلاصة أخرى، أن إسرائيل أيضا تزعزع كدولة احتلال الاستقرار في الشرق الأوسط،
وكذلك تمارس تصعيد عنيف يعصف بحياة الفلسطينيين بكل شكل من الأشكال. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك سياسة عربية تقوم أولا على ربط الاحتلال وترتيب خطوات سياسية مع المجتمع الدولي ومنها أمريكا، لأن العالم العربي هو عالم وازن. هناك أمريكا التي تركته لسنوات اكتشفت أنه لا يمكن ترك منطقة الشرق الأوسط في حالة فراغ لدخول قوى أخرى، عادت. أنا برأيي لحظة العودة هاي كان يجب أن نستغلها كعرب لفهم الإدارة الأمريكية أن هناك قضايا عربية كبرى، وفي مقدمها طبعا في مقدمها موضوع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. يجب على إسرائيل أن تفهم أنه لا يجب أن يفتح لها أي باب أو نافذة في العالم العربي دون حل القضية الفلسطينية. لذلك أنا أقول أن هناك خطأ استراتيجيا بالثنائية التي تقول الممانعة ولا أمريكا، لا، العرب يجب أن يدافعوا عن مصالحهم كما هي في إطار قانون الدولة. نعم، سأنتقل أيضا بالسؤال للسيد أحمديان، لكن أريد أيضا أن أرحب بالسيد منيف عماش الحربي الكاتب السياسي الذي انضم إلي للتو من الرياض. سيد أحمديان، في طهران، يعني إيران هي الحاضر الغائب إن صح التعبير عن الأبرز في جولة بايدن لناحية بناء هيكل أمني عربي وعد به بايدن في إعلان القدس، أو حتى خلال كلمات القادة العرب وتصريحات سعودية واضحة بأن الرياض منفتحة على احتمالات حوار مستقبلية مع طهران. هل تتلقف طهران هذه الرسائل العربية التي تدعو إلى الحوار بصدر مفتوح، أم أنها ما تزال متحفظة إن صح التعبير؟ مساء الخير. طبعا هذه الرسائل تأتي في السياق الحالي بالعلاقات الإيرانية العربية، لا يوجد شيء خارج هذا السياق. هناك مفاوضات إيرانية سعودية، هناك تنسيق إيراني إماراتي، هناك علاقات إيجابية جدا مع دولة قطر، الكويت، عمان، العراق، دول عربية عدة حاضرة اليوم في القمة. لذلك يعني السياق العام هو الذي يدفع باتجاه هكذا خطاب ابتعد عما روج له تقديري من قبل إسرائيل ودوائر أيضا في الولايات المتحدة من أنه سيكون بداية لناتو عربي لتحالف ضد إيران استبعد سابقا والآن أيضا يجري استبعاده لأسباب عدة، منها طبعا عدم وضوح الرؤية، الأرضية المشتركة غير موجودة حول الأهداف وغير ذلك. بالتالي السياق العام يدفع باتجاه حوار إيراني عربي، والحوار هذا بدأ منذ عامين تقريبا بين إيران والسعودية، وتقديري أنه إيران بشكل خاص الحكومة الحالية في إيران تدفع باتجاه الرقي بالعلاقات مع دول الجوار وعلى رأسها الدول العربية لأسباب عدة، منها أهمية المنطقة التي تحد إيران مثلا دول مجلس التعاون، وأنها الشريان الاقتصادي الرئيسي لاقتصاد إيران. بالتالي هناك أجندة من قبل هذه الحكومة للرقي بهذه العلاقات، وعملت على ذلك من خلال مفاوضات في عدة اتجاهات، وتقديري أن هذا الخطاب الإيجابي الذي سمعته طهران أيضا سيؤثر أكثر وسيدفع باتجاه حوارات ربما أكثر في المستقبل. نعم، سيد منيف في الرياض، يعني بالتأكيد اليوم استمعت إلى الخطابات وتحديدا ربما للمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي الذي قال بالحرف الواحد كانت القمة إيجابية لكن دون نتائج. هل ربما أفرغت قمة جدة زيارة بايدن من محتواها الذي ربما بدأ في إسرائيل على أنه يعني يهدف إلى إقامة ناتو عربي، إلى يعني إقامة انفتاح ما على إسرائيل، ولأي درجة يمكن الحديث عن توجه عربي موحد تمت بلورته في الرياض بعد كلمات القادة العرب تجاه قضايا المنطقة اليوم؟ ما في شك القمة ناجحة حسب زاويتك للرؤية كيف تقرأ نتائج القمة. القمة في ظني شكلت مرحلة توحد عربي مهم، وفي
كما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هناك نضج في العمل العربي المشترك وإعادة طرح مفهوم الأمن القومي العربي. أيضا أعتقد أنه طرحت القضية الفلسطينية بشكل لا يقبل أي التباس، وهي حل الدولتين، إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 جون 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أيضا القمة أوضحت نقطة جوهرية، إذا قرأت سواء بيان جدة أو بيان قمة الأمن والتنمية في موضوع أوكرانيا، كان هناك واضح أنه لا يوجد تخندق من هذه الدول باتجاه الخندق الأمريكي أو الخندق الروسي، هي فضلت الحياد الإيجابي، وهذا أمر إيجابي للمنطقة وللمصالح المنطقة. أيضا في نقطة جوهرية، الولايات المتحدة تعود المنطقة متأخرة، لأن المنطقة الآن لم تعد فقط منطقة تواجد أمريكا، أصبح هناك انخراط روسي كبير من 2015 في موضوع سوريا، هناك تعاون وشراكات كبيرة مع الصين في المنطقة، فبالتالي منطقة الشرق الأوسط إذا استعرنا المصطلح الهيجلي روح العالم، فإنه فعلا الشرق الأوسط هو روح العالم، ولا تستطيع دولة أن تحظى بتأثير في المشهد الدولي إلا إذا كان لها تعاون إيجابي لمنطقة الشرق الأوسط. في خطاب جديد من بايدن، وهو يتحدث عن الاختلاف والتباين والتشاركية، ويبدو أن الولايات المتحدة تغادر حقبة جورج بوش الابن الذي يقول أما أن تكون معي أو ضدي. نحن بلا شك أنه في عالم يتشكل متعدد القطبية، الولايات المتحدة لم تعد الدولة العظمى الوحيدة، أصبحت الدولة العظمى الأولى، ولكن هناك صعود لروسيا والصين. أيضا في خطاب مهم اتجاه إيران، وهي رسالة واضحة لطهران بانخراطها بالتعاون الإيجابي في حديث عن الجولة الخامسة التي انتهت بين الرياض وطهران والذهاب إلى جولة سادسة. أيضا المؤتمر الصحفي بدد كل الشكوك في موضوع الناتو أو موضوع التحالفات أو موضوع الانخراط، ما ركز عليه هو أن نحن بحاجة إلى تعاون عربي، بحيث أنه نستطيع أن نتعاون عربيا وأن يكون هناك تنسيق أمني ودفاعي عربي. أعتقد أنه إذا النتيجة الكبرى لهذه قمة جدة هو عودة العرب لطرح أجنداتهم ولطرح ملفاتهم، وهو ما أود أن أناقشه معك سيد منيف، ربما أكثر ومع ضيوفي من طهران وفلسطين، لكن ربما نذهب في البداية للاطلاع على تفاعلات قمة جدة على منصات التواصل الاجتماعي قبل استكمال هذا النقاش مع الزميلة مايا عوضة. تفضلي مايا. شكرا لك زاهر، وأهلا بكم مشاهدينا. قمة جدة والتي سميت بقمة الأمن والتنمية، الحدث الأبرز تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يختم جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة. رواد المنصات تحدثوا عن أهمية الحدث الدولي، سيما أنه يتناول قضايا شائكة عدة، منها إيران وبرنامجها النووي وضبط أسعار النفط. بداية مشاهدينا مع الأكاديمية ماجدة أبو راس، التي تقول إن مفهوم الأمن مفهوم واسع جدا، لذلك تتطلب التنمية أمنا متكاملا، وهذا يحتاج إلى تفكيك الأزمات بين الدول لتعزيز الأمن الاقتصادي والمائي والغذائي والبيئي والاجتماعي، وكل ذلك بحسب وصف ماجدة يقود إلى الأمن الإنساني، أي التنمية المستدامة. أما الخبير الاقتصادي فضل البعينين فيرى أن الأمن قاعدة التنمية ولا يمكن الفصل بينهما، ويتابع تدفق الاستثمارات واستدامة التنمية وجودة مخرجاتها لا يمكن أن تحقق بمعزل عن الأمن. وهنا الكاتب عبد الله الشيجي يقول التطورات والمواقف في المنطقة تحدث بسبب التغيرات الجيوسياسية، بعيدا عن المناكفات والمثاليات التي لا مكان لها في العلاقات الدولية، فإن معالجة هواجس الحلفاء وبناء الثقة مع دول مجلس التعاون يصحح بوصلة العلاقة بين دول الأقليم. أيضا الأكاديمية فوزية الحربي تعتبر أن قمة جدة ليست مهمة فقط لدول الشرق الأوسط بل للعالم، حيث تركز على الطاقة والأمن
الأمن الغذائي والمائي والمناخ وموضوعات عالمية مشتركة وهي محاور مفصلية للعالم كله. وفي الختام مشاهدينا، الأكاديمي محمود المسافر يقول إن أهم الدروس المستقاة من قمة جدة هو أن السياسة الأمريكية بكفتيها الجمهورية والديمقراطية لا يمكن لهما الاستغناء عن الدور المحوري لدول الخليج العربي على حد تعبيره. وبهذه التغريدة مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة. عودة من جديد إليك زاهر. شكرا لك مايا. أعود الآن مرة أخرى إلى ضيوفي، أرحب بكم مجددا من رام الله القيادي في حركة فتح محمد الحوراني، ومن طهران أستاذ الدراسات الشرق الأوسطية بجامعة طهران حسن أحمديان، وأيضا من الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والباحث السياسي. سيد حوراني، مرة أخرى يعني حديث عن القضية الفلسطينية هو الحديث الأبرز في هذه القمة. كان يخشى من ذهاب بايدن من إسرائيل برحلة مباشرة نحو الرياض أن تكون بداية لتطبيع التطبيع مع إسرائيل إن صح التعبير. هل يمكن القول بأن الموقف الذي تبلور اليوم في جدة وهذه النتائج الرمادية إن صح التعبير لجولة بايدن وضعت حدا لإمكانية انضمام ربما دول عربية أخرى لركب التطبيع مع إسرائيل؟ يعني لا أعلم، ولكن المفهوم أن إعلان جدة بصراحة جاء مغايرا لما توقعت أو أرادت إدارة بايدن. إدارة بايدن لها اهتمامات أخرى تتعلق بإيران وبالطاقة تحديدا، ولكن وجدت أن القمة غير مواتية لأخذ موقف فيما يتعلق بالذي كان مطروحا وطرحه أكثر من شخصية سياسية إسرائيلية وحتى أمريكية بدمج إسرائيل في هيكل اقتصادي وأمني، لأن هذه خطوة سياسية انتحارية الرأي العام العربي لا يقبلها، وأيضا الدول نفسها لا تقبلها، وهي أقرب ليس إلى خطوة سياسية إنما إلى مغامرة انتحارية لا ضرورة أصلا للتعاطي معها، وهذا ما كان بالفعل في قمة جدة. هذا من جانب. من جانب آخر، الإدارة الأمريكية التي اكتشفت بعد يعني إدارة ظاهرة لمنطقة الشرق الأوسط لسنوات أنها بالفعل هي الشرق الأوسط مثل قلب المدينة، قلب هذا الكوكب، الخروج منه يعني أن تكون حتى قوة عظمى قوة هامشية. الإدارة الأمريكية الحالية أدركت هذه الحقيقة. أنا برأيي بالمقابل أن الدول العربية الموجودة في الشرق الأوسط ومعها بقية العالم العربي هذه بالنسبة لها لحظة مواتية بالمعنى الواقع السياسي أن تدفع أمريكا لتغيير سياساتها بالنسبة لأكثر من ملف وتحديدا الملف الفلسطيني، لأن الحكومة الإسرائيلية أو الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أنزلت كثير من السياسات البائسة والصعبة ضد المجتمع الفلسطيني وضد الفلسطينيين، وعمليا أدارت ظاهرها لأي حل سياسي. حسنا، إذا كانت الإدارة الأمريكية تقول عن حل الدولتين، إذا مطلوب أن يبادر العرب الآن بثقلهم ووزنهم بطرح مبادرة تتعلق بالموضوع الفلسطيني ويضعوا ثقلهم خلفها لوضع الإدارة الأمريكية في حالة اختبار جدي بالنسبة للموضوع الفلسطيني. هذه خطوة سياسية مطلوبة من العالم العربي مع أصدقائنا في المجتمع الدولي، وكذلك مطلوب من الفلسطينيين لنكون أيضا واقعيين أن يعيدوا حساباتهم فيما يتعلق أولا بضرورة إنهاء الانقسام، توحيد الموقف الفلسطيني في إطار وحدة موقف والتصرف على أساسه والتنسيق والمبادرة بل مع أطراف العالم العربي الوازنة. وستكتشف حتى الدول العربية دون ذكرها التي ذهبت يعني خطوات في التطبيع أن هذه الخطوات لن تفيدها بشيء، وهي طبعا أعلم بمصلحتها، ولكن إسرائيل يجب أن تفهم أن هناك مبادرة سلام عربية أدار الظاهرة لها، كان يمكن أن يفتح باب العالم العربي لها لو اعترفت بالحقوق الفلسطينية. إذن السؤال لترتيب أولويات وبعد إعلان هذه الأولويات إنشاء سياسات العالم العربي. بصراحة السياسات العربية الموحدة كانت مفقودة في خلال 15 أو 20 سنة الأخيرة، وكان في هناك خيارات قطرية أدت إلى أن يعيش العالم العربي حالة من الانهيار التي نراها الآن. مطلوب الآن سياسة عربية كما قلت تقول لإيران بكل وضوح يجب احترام حق الجيرة وعدم التدخل في أي دولة عربية. صحيح. لاحظ في العراق
منذ أكثر من عام لم يتمكنوا من تشكيل حكومة، وتقول لإسرائيل أنه أنت دولة احتلال. إذا استطعنا كعرب أن ننشئ مثل هذه السياسة الموحدة يمكن أن نحدث فرق. نعم سيد أحمد ديان، في طهران يعني كل هذه الضمانات التي قدمت لإسرائيل، حتى ضمانات باستخدام القوة ضد طهران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، والتصعيد أيضا الذي يعني قامت به طهران على المستوى الدبلوماسي قبيل قمة جدة تجاه مخاوفها من أي ناتو عربي، كيف سيغير هذا الواقع السياسي الذي تبلور اليوم في قمة جدة من خلال ربما مد اليد لطهران ربما بعكس المتوقع، كيف سيغير سلوك طهران سواء لناحية تدخلاتها في المنطقة في الإقليم أو حتى لناحية موقفها من مفاوضات النووية الإيرانية؟ طبعا لا تحمل هذه القمة الجديد، يعني لا شيء جديد تقريبا، هي ضرورة مرحلة يأتي الرئيس الأمريكي بغرض زيادة ضخ الطاقة في الأسواق العالمية، هذا المحور الرئيسي لهذه القمة. باقي القضايا هي قمة الطاقة أمام الوعود، الولايات المتحدة تعد في كل الاتجاهات لكن ما تريده هو الطاقة، أن تذهب طاقة أكبر إلى الأسواق العالمية، لكن لا يوجد الكثير مما يعني يغير ما كان موجودا قبل هذه القمة عن ويبدي شيئا مختلف عما سيليه. القضية هي في المفاوضات النووية، هي مفاوضات حتى الآن لم تصل إلى نتيجة لأسباب محددة، خلافات بين إيران والولايات المتحدة، إيران تتهم الولايات المتحدة والولايات المتحدة تتهم إيران بالمماطلة، هذا حتى الآن لم يحل. فيما يخص المنطقة هناك مفاوضات إيرانية سعودية ومفاوضات في اتجاهات مختلفة، وسطات عراقية بين إيران ودول عربية مختلفة ستستمر بتقديري. وبالنسبة لعلاقات إيران بحلفائها في المنطقة أيضا لا تغيير، لا تقديري أنه لا يوجد تغيير، كانت إسرائيل تصبو إلى تغيير التوازن من خلال إحداث طفرات في عملية التطبيع، لكن هذا تقديري أنه يعني الدول العربية بسبب عدم وجود الأرضية والأهداف وتصور التهديد المشترك بينها وبين بعضها وبين أيضا بينها وبين إسرائيل، لم تصل إسرائيل إلى هذه النتيجة، وبالتالي لا يوجد تغيير كبير. الولايات المتحدة تؤكد مرة أخرى أنها ملتزمة بأمن إسرائيل أمام إيران، لكن هذا أيضا ليس جديد، الولايات المتحدة منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79 حتى اليوم تقول أنه كل شيء على الطاولة، وإيران أيضا تبني على ردع هذه الأشياء التي توجد على الطاولة من خلال بناء قدرات ذاتية وكذلك تطوير برامجها المختلفة، وهذا أيضا سيستمر في المستقبل، لذلك لا أرى تغييرا كبيرا فيما يخص ما أتت به هذه القمة. نعم سيد منيف في الرياض، يعني كيف سيتبلور الآن إن صح التعبير العلاقة السعودية الأمريكية المستقبلية بعد هذه القمة التي يعني ظلت في المنطقة الرمادية إن صح التعبير بين حليفين تقليديين، يعني بذلك واشنطن والرياض، قمة يعني وصفت بالإيجابية دون نتائج، ترحيب دبلوماسي لكن ليس بالحار، كل هذه الإشارات هل تشي ب يعني تطوير او امكانيه تطوير العلاقات ان صح التعبير بين واشنطن والرياض في المستقبل ام تراجعها؟ العلاقه بين الرياض وواشنطن ليس محصوره في المكتب البيضاوي والبيت الابيض، هي اشمل من هذا الامر، علاقه الرياض مع كل المؤسسات السياسيه الشرعيه داخل المشهد الامريكي، لذلك هذه العلاقة على مدى قرابة 80 عام عندما تحدث تباينات يتم تجاوزها، فالعلاقة بلا شك راسخة، هي تشمل ملفات سياسية واقتصادية واستثمارية واستخباراتية وأمنية وعسكرية وتعليمية وثقافية وطبية، فهي شاملة ليست محصورة في المكتب البيضاوي والبيت الأبيض وليس محصورة بالحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، هي شاملة وهي تتجاوز، قد يكون هناك تباين في ملفات معينة، ولكن أعتقد الآن أنه الرياض قد تتفق مع واشنطن في 7 ملفات، تتفق مع موسكو في 3 ملفات، تتفق مع بيجين في ملفين، وبالتالي لا يطغى
شراكة استراتيجية مع شراكة أخرى. الرياض نوعت شراكات الاستراتيجية ولا تقبل أحد أن يمارس دور أن تقصر الرياض أي شريك استراتيجي. علاقاتها مترسخة مع موسكو. أوبك بلس لعب دور أساسي في إنقاذ أسواق النفط وهي جزء رئيسي من مداخيل السعودية ومداخيل روسيا. أيضا الشراكة مع الصين الآن تتجاوز التبادل التجاري 83 مليار دولار. الصين من أكبر مستوردين النفط السعودي. فالشركات متعددة. العلاقة مع أمريكا ليست محصورة بمن يكون في البيت الأبيض. هي شاملة ومتوسعة ويتم تعميقها. يعني 18 اتفاقية التي وقعت بين الرياض وواشنطن هي كما ذكر ليست نتيجة يوم وليلة. هي حوارات وتفاوضات لفترات طويلة. ستبقى العلاقة راسخة ومتجذرة ولكن أيضا سيتم ترسيخ وتجذير العلاقة مع موسكو وبالجين في نفس الوقت. شكرا جزيلا لك سيد منيف عماش الحربي الكاتب والباحث السياسي من الرياض، وأشكر ضيفي من رام الله القيادي في حركة فتح محمد الحوراني، وأيضا من طهران حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. شكرا لكم ونبقى في قمة جدة.